دائم مع الفضائح، والفضيحة جاءت هذه المرة من داخل هذه الأكياس التي تجهزها المديرية العامة للماء في بغداد لكل العراق ما عدا كردستان، على أنها مادة الشب المستخدم في تنقية مياه الشرب. لكن دراسة أجرتها مديرية بيئة الديوانية بيّنت أن ما موجود في هذه الأكياس هو ملح ضار لا يؤدي وظيفة الشب الحقيقي. خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه الشب الموجود اليوم والمستخدم في عملية تصفية المياه يختلف عن الشب اللي كان مستخدم سابقا في محطات مشاريع ومحطات المياه. هذا الشاب يعني ما يؤدي وظيفته الأساسية اللي يقوم بها الشاب. تمت دراسة الشاب اللي هو حاليا يتم استخدامه من قبل مجمعات ومشاريع المي في مدينة الديوانية، استخدام الكبريتات الألمنيوم على اعتبار الشاب وهو ليس بشاب وإنما هو ملح يسموه أولمينا سلفيت، اللي هو هذا أساسا يعني لا يعمل عمل الشب. ولا تقف خطورة ما كشفته الدراسة عند هذا الحد، فالقائمون عليها يؤكدون أن جزيئية الملح المكتشف تمتاز بخاصية تجعلها قادرة على المرور من خلال المرشحات إلى الشبكة العامة ومنها إلى جسم الإنسان، حيث يتسبب تراكمها داخل الجسم بأمراض عدة منها الخرف المبكر وآلام المفاصل. اتصالنا كان بالشركة مع الشركة اللبنانية، كانت الشركة اللبنانية تقول إنه هذا ملح أولمينات يعني اللي هو كبريتات الأولمين اللي هو أساسا لا يستخدم كشب، ولكن الهيئة الفنية استخدمته. الفرق بينه وبين الشب الأصيل اللي هو شب البوتاس الصيني، هذاك ينطيني ذرة ألمنيوم واحدة باعتبار بالتحلل، يعني فراح ينطيني ذرة ألمنيوم واحدة، بينما نوعية الشب الثاني اللي هو هذا كبريتات الألمنيوم راح ينطيني 6 ذرات ألمنيوم، بالتالي راح يصير عندي تراكم بالألمنيوم أكثر. هنا عندك تداخل ذرة الألمنيوم من التداخل تدخل داخل جسم الإنسان شبيهة تكون بذرة الكالسيوم. الكالسيوم موجود عندك في جسم الإنسان كمياته كبيرة، فراح تشتغل هاي تشتغل على يعني إخراج ذرة الكالسيوم والدخول لمكانها، راح تعطينا بالتالي تعطينا مركبات يعني غريبة على الجسم، بالتالي راح تأثر لنا على شغلات كثيرة صحية عند الإنسان، وهي أولا عندك مثلا سلس البول موجود عندك، الخرف المبكر، الزهايمر، بالإضافة إلى المفاصل، داء المفاصل والنسيان. وإذا كانت هذه النتائج تمثل مفاجأة للبعض فإنها لم تكن كذلك لأهالي الديوانية وحتى للمسؤولين في مديرية صحة المحافظة الذين كانت حلولهم لتجاوز ما تسببه مياه الشرب من أمراض مبتكرة للغاية. ما صار لي جينا خابط ما ينشرب وسوى آلام، يسوى سهال، يسوى أمراض بروائح كريهة، أضافة للمواد المستعملة به نتيجة للفساد الإداري والمالي قاعد يجيبون مواد أكسباير. هناك فحص دوري لهذه المياه، وتظهر في بعض الأحيان تلوث في هذه المياه ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أو بحق المجهزين. أما أنصح المواطن بالتأكيد لتناول المياه المعبأة والصالحة للاستهلاك البشري ومن المحال المجازة رسميا. ومع هذا كله فإن مديرية الماء في الديوانية تقول أن مياهها معقمة وصالحة للاستهلاك، بينما تقول المحافظة أن وزارة البلديات هي الملامة بتجهيز هذه المواد التي تستخدم بتعقيم المياه. الماء صالح للشرب كل الأحوال لأنه نسبة الكلور والمعقمات تكفي وجيدة بكل الأحوال. تجهيز هذه المعدات هو من الوزارة بشكل مباشر، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتقارير دائرة بيئة المحافظة، وتم مخاطبة الدوائر ذات العلاقة من أجل الإسراع في معالجة هذه المشاكل. وبحسب القائمين على دراسة مياه الشرب في الديوانية فإن جسم الإنسان بحاجة إلى مياه من نوع قاعدي لطرح السموم، مؤكدين أن استخدام مادة الملح على إنها شب لتنقية المياه حول نوعها إلى حامضي، الأمر الذي يؤدي بحسبهم إلى بقاء تلك السموم وتراكمها داخل الجسم. وإذا كان هذا يبدو خطرا فإن الأكثر خطورة هو لا مبالاة دائرة الصحة والمياه في المحافظة بتقارير دائرة البيئة فيها، على الرغم من كل الأرقام والبيانات المفزعة التي تضمنتها.